فوالا تريبيا هيا ضحكة باهية ضحكة باهية ضحكة هايلة ساحتي. قدمت الطفلة رحيل في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك لاستوديو التصوير من أجل تخليد المناسبة الدينية بصورة جماعية عائلية، حيث تعودت الطفلة رحيل كل موسم على إثراء ألبوم الذكريات العائلية بصور فوتوغرافية. صح عيدكم، جيت أنا وماما وبابا بس نصور بس تبقى لنا سوفونير، بعد نوريها لصحاباتي. راني فرحانة كي نجي للاستوديو نصور. كل تاع عيد هكذا، عيد صغير عيد كبير، ان شاء الله نجيب ولادي نجيب العائلة تاعي نصوروا، خاطرك نهار يكبر ولادنا ان شاء الله تصور هذو ان شاء الله يلقاوهم ويبقاو يتفكروهم كيما حنا مازلنا نتفكروا تصور تاع والدينا تاع عائلة تاعنا تاع هذيك. وعن التأثيرات الجانبية لالتقاط الصور العائلية بالهواتف النقالة بدلا من استوديوهات التصوير يقول بعض المواطنين. سورتو في العيد الكبير ولينا حنايا البريميجور تقدر تقول ماناش نحلوا النهار الاول. في العيد الصغير كاين شويه هكذا، لازم نعاودوا نهتموا بالصوره التذكاريه اللي عندها مكانه رفيعه بزاف بزاف. ما اقري كان تليفون يجي نهار اللي يتوضر لك يتحرق لك هذيك تروح تصور ما تلقاهمش كيما لي سوفونير هذوك يروحوا، بصح كيما تصويره تحطها في الدار في الالبوم تاعك تلقاها من على 20 سنه 30 سنه تجبدها وتتفكر. مال فينا نجيو انا والعائله تاعنا الاستوديو تاع التصوير لمناسبات دينيه باش ناخذ صور انا والعائله تاعي وباه تقعد لنا ذكرى للمستقبل تاعنا. لتبقى الصورة الفوتوغرافية وسيلة من وسائل حفظ الذكرى بالذاكرة.